السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف مع بعض برنامج سيتي انجن، وده برنامج تقدر تنشئ الخرائط 3D. أول اختيار هنا هيكون فاضي خالص وأنت تبدأ تكون، وهنا دي خريطة حقيقية، يعني تقدر تقول دي خريطة القاهرة، دي خريطة ليبيا وهكذا. دي خريطة تخيلية، يعني ده مش مكان أصلا موجود. خلينا نختار مكان خيالي، تمام. وهنا بقى بيقولك الملفات بتاعت كتشر هتاخدها منين وهكذا. فينيش هو بقى بيبدأ يعمل كرييت لي المشروع بتاعك. ده مش مكان محدد، يعني ده مش مدينة معينة، ده بيتخيل هو مكان، بيبدأ ينشئ لنا مكان بالشكل دوت. دي الخريطة هي بتاعت المكان. ودي التقسيمات. خلينا نعمل كده سيلكت، واقول له بقى جنريت. طبعا ممكن تختار بقى التايب بتاع البيلدينج، هل هو ريزيدنشال ولا اوفيس بيلدينج ولا هاي رايز ولا اوبن سبيس، زي ما انت عايز. هتبدأ تظهر معاك المباني بالشكل دوت. تقدر زي ما اتفقنا ان احنا نعمل سيلكت على اي مبنى ونعدل المواصفات بتاعته زي ما انت عايز. طيب لو عايزين احنا نصدر المبنى ده او المدينة دي كلها، فممكن تقول له اكسبورت موديل. تقدر بقى تصدره زي ما انت شايف للسكريبت بايثون، او تصدره كملف KML وبيكسار و FBX وكل ده و VUE والانريل والاسري والسيتي انجن ويب، بحيث تحطه على الانترنت وهكذا. كل الحاجات دي تقدر تصدر الموديل زي ما انت عايز. نيكست، وتحط المسار اللي انت عايزه وهو يصدر لك المبنى بتاعك زي ما انت عايز.